برنامج حكومي هو البرنامج ديالي، لانه كان برنامج على الصحه والتعليم والتشغيل، هادو حوايج اللي باز عليهم. الا جينا شفنا البرنامج ديال 2022 تقريبا راه كيبان يكمل، يعني البروغرام اللي ديور في 2022 راه الاوراق تكمل، فرصه تكمل، كل شيء بدا غادي كيتفاعل. دونك رغم ان الاسعار دافعات، اسعار دافعات راه خصكم تعرفوا ان هاد الاسعار اللي دافعات راه اسعار اللي تحررت قبل، وتحررت من احزاب من الحزب السابق، لان كان واحد الحزب السابق اللي ما تحرر المحروقات وخلى المحروقات دافعات بهذا الثمن. ما يمكنش ان برميل كانش وقت يدير غير 25 دولار جائحة كورونا، هو دابا خصنا نسولوا هذيك الحكومة اللي كانت كتشري ب 25 دولار في دار ديك الفلوس لا ديفيرونس، وباقي الشعب كيشري بداك الثمن ديالو اللي كاين. إذا ما نسولوش هذه الحكومة اللي الله قال بسم الله يلا بغا تفعل البرنامج ديالها، وغادي نبداو نقولوا لها علاش المازوت طلع 14 درهم ونص 15، راه حتى البرميل طلع 135 دولار. دونك تحرر. اما المواد اللي ما كانش فيها ما كانش داخله في سميتو في التحرير، راه كلها باقا الثمن ديالها، الدقيق، كل شيء، السكر، كل شيء باقي. الغاز راه 140 درهم باش كيتقام دابا، ولا جوبونس 150 درهم باقي الثمن ديالو. دونك الحكومه رغم هذه المعيقات ورغم هذه الاشكاليات راه غادي في الطريق الصحيح، وخصكم كاملين حاولوا تهبطوا الديران بغض النظر على التفعيل ديال هذا البرنامج الحكومي. خصنا اللي كنا وعدنا به الساكنه، خصكم على الاقل تهضروا مع الناس وتفسروا لهم، لان كاينين الناس وكاينين اعداء الوطن. انا ما نقولش اعداء ديالنا، احنا اعداء الوطن اللي كيصوروا واحد الصوره اللي هي خبيثه، صوره اللي هي غير لائقه، صوره اللي كتضر حتى بالسمعه ديال الوطن. لان ملي كنقول واحد الحاجه اللي ما كايناش وكنصوبوها، راه كنصوبوهاش على الصعيد المحلي، راه كتقدر تصوب على الصعيد الدولي، وكتبقى تعطي واحد الصوره اللي هي ماشي هذيك على البلاد ديالنا. اذا خصنا نهبطوا، خصنا نستعملوا المواقع الاجتماعيه. الانسان جالس كيف كتشد التليفون وجلس، حنا ما نبداوش نقولوا راه كاين اللي كيشد التليفون ساعتين ثلاثه بلا ما يشعر، يحاول يشدو ويستافد فيه ويستثمر فيه. اذا ما غاديش نزيد نطول، لان الهضره كثيره والاخوان راه تيبان ليا الحمد لله العائلة التجمعية الحمد لله كريم آسفي راه بخير وعلى خير، وخير دليل هو الإقبال ديالكم والمجيء ديالكم والتلبية ديالكم والدعوة ديال هذا المؤتمر، اللي هو مؤتمر ديال الشبيبة، مؤتمر ديال المرأة، مؤتمر اللي إن شاء الله غادي نعلنوا عما قريب بعد التوافق. والجميع توافقنا على واحد الناس اللي غادي نديروهم غيقودوا الشبيبة وغادي يقودوا المرأة. اليوم كان المؤتمر الإقليمي ديال الشبيبة وديال المرأة، اللي عرف انتخاب السيد عثمان الشرقي كرئيس الشبيبة وسي ام ايت ناصر كرئيسة منظمة المرأة. هاد جوج الناس اللي هما غنيين على التعريف، الناس اللي تم التوافق عليهم من جميع مناضلين ديال العائلة التجمعية ديال آسفي، ناس أكفاء، ناس عارفينهم بأنهم غادي يقودوا هذا المشهد حتى 2026 و27، وغادي يعطوا واحد الإضافة كبيرة ويعطوا واحد الشعلة لحزب التجمع الوطني أحرار مدينة آسفي. حنا الآن الرهان ديالنا معروف، الرهان ديالنا كبير، الرهان ديالنا هو 2026. 8 شهور تنبير رسالات، الحاجة اللي كدوز ما كنبقوش نفكروا فيها، كنفكروا في المستقبل. حنا عندنا واحد استراتيجية أننا نقودوا الحكومة المرة الجاية نقودوها، وغادي نديروا احتياطات لا من جهة تصديق ولا من جهة العدو. حنا دائما محتاطين، كنستغلوا في خفاء، كنستغلوا وما كنتلفتوش، كنستغلوا وما كنتسنطوش، عازمين على الخدمة. التيران هو كل شيء، التواصل مع الساكنة، قضوا الناس غراضهم، وقفوا مع الناس. برنامج حكومي نحاولوا نفعلوه، ما يمكنناش غادي اليوم درنا حملة انتخابية ووعدنا الساكنة بأننا غنديروا ونديروا، دونك جات الوقت باش غادي نفعلوا مع الناس، ولكن ما ينساوش الساكنة، يتصنتوا الترويجات الكاذبة، لأن الناس كيكذبوا وكيسوقوا بعض المغلوطات. حنا خدامين، ولا يفل الفولاد إلا الفولاد، راه اللي قال شي حاجة ما كايناش يدخل التيران، مرحبا به. والناس اللي كيسوقوا هاد الهضرة حنا عارفينهم، وعارفين الناس اللي هما مجندين مورانا، ولكن الحمد لله حنا ما كنلتفتوش وما نضيعوش الوقت معاهم، لأن التفتنا لهم غنعطيهم قيمة، التفتنا لهم غنعطيهم واحد لافالور. من الأحسن بقوا غادي في اتجاه، نبينوا لهم بأن الحزب ديالنا
حزب عتيد عنده برنامج قوي، برئيس ديالو قوي، الرئيس ديال الحزب راه ما ساهلش، رئيس حزب هاد الطريق باش تشتغل في ظرف 5 سنوات ولا 6 سنوات وصل رئاسة الحكومة راه ما جاتش كوك، لا داعي للترويج لا حكا، راه داز راه ما كاينش حاجة داز كوك. المغاربة راه فاقوا وعاقوا وعرفوا بأن الطريق الصحيح في كينا والطريق الخطأ في كينا. إذا كنطلب من خصوصا على المحلية الساكنة ديال تاسفي يتعاونوا معنا، هاد الناس راه باغيين يخدموا وحنا غادي نخدموا، وما تحاولوش تسنتوا المغلوطة تأكد عليها. هذاك شي المواقع وداك خوال خاوي اللي ما عندو ما يدار راه كيمشي هز الموقع ويبدا يكتب شي حاجه ما كايناش، جاوبتوا معنا التيران، جو سولونا الجرنا، اللي عنده شي مشكل الباب مفتوح، اللي عنده شي حاجه ما تقدر اللي هي في معقوله واللي هي كاينه نقدوها ليه، شي حاجه اللي ما هي معقوله راه ما يمكنش غنديروها في اطار قانوني. المشاريع الجديده اللي غادي يكون ان شاء الله في اسفي، احنا كرهنا على اللي كرهنا عليها انا وحاجه اللي غنتاكد عليها وهو دوبل فوا، حنا كنغوتوا عليها تكون ما بيننا وبين مراكش طريق اللي هي مبرمجه ديال اير نواحي الصويره مبرمجه ما يكذبوش في عهد ديال العداله والتنميه. هاد الطريق راه كاينه، الدبل فوا ديال سبت كزوله راه كاينه، في هاد ديال العداله والتنميه راه كاينه، هاد كلشي هاد لا كونفونسيون راه مسنيه مقاده، غير خصنا حنا نوضوا نجبدوهم باش يتفاعلوا. كاينه المنطقه الصناعيه اللي من المضمبر اننا كنشكروا السيد رئيس الجهه على هذا المجهود الجبار اللي قام به، ناقص اشي خصو منطقه صناعيه ولكن في اطار بنيه تحتيه جيده، لاننا ما عندناش طريق حتى مستثمر ما يدخل عندنا، خصنا ضروري يكون عندنا الطريق، بنيه تحتيه الطريق، يكون عندنا واحد كي كونتينر اللي يمكن ليه اي مستثمر يستثمر هنا يمكن ليه السلعه ديالو يخرجها لبرا من اسي ما يمكنش يديها حتى الاكادير او الدار البيضاء. دونك حنا كنترافعوا باش نعززوا من البنيه التحتيه ديال المدينه هي الاولى، باش اي مستثمر يجيبه يستثمر في اسي يلقى الارضيه مريحه وارضيه سهله. السلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.